غادي يحولونا لهذيك التكنه ديال التكنه ديال ديال المشات، وغادي يسلمونا للدرك الملكي. هنايا غادي هاد الدرك الملكي اللي كيتبقصوا الاسطوره اللي غادي غادي لازمنا طيله 20 عام، وغادي تكلف بنا حتى في تازما مارت، الا وهو الملازم في الدول المعروف في سميتو في الدرك الملكي معروف. وهنا غادي يهزونا تون للخارج تكان خارج القاعدة حتى كان ديال المواصلات ديال المواصلات ديال ديال الجيش في قنيطرة. هنا عادي تل هنا عادي المعاملة الماكلة سميتو هادي والجرائد كيدخلوا عادي كنا كن ولكن هنا غادي يبدا الترياج. ترياج واحد النهار غادي ندوزو تما اسبوع تقريبا، واحد النهار غادي يجيو الدركيين اول استنطاق و من بعد يومين غادي يهزونا للتكنة ديال التمارة ديال الخيالة. تما غادي ندوزو غادي يكون استنطاق آخر ثاني، ولكن قبل من هاد التكنة ديال التمارة غادي نلقى راسي، ولكن هنا ما هزوش كل شيء، غادي يهزو الطيارين وبعض بعض السلاحيين. وكنت انا ما عرفتش تقريبا اللي كان معايا اللي هضر وكان معايا كان سلاحي، لان بدات الباندا بداو سميتو بدا هذا بدا القب وبدا التحويل ديالنا بالليل وما كانش الهضره. الدراكين اللي كانوا كيهضروا معنا كيقولوا لنا شي حاجه وداك الشيء ما بقاوش كيهضروا، تغير الجو. لقيت راسي في محل في مكان ناعس على الدص والبوندا واللي منوط وناعس على الدص وما كنشوفش وكنسمع غير الهضره. اللي بقى في الذاكره ديالي وهو واحد القبطان كان في جنب واحد سميتو كيشخر في الليل، وهذاك الزميل اللي كان حدايا كيقول له ما كابيتان بارك علينا ما تشخر سميتو هذه منين كيفيق سميتو كيبدا يبكي. قال له مازال ما تبدي. عرفت انا هذاك الصديق حماني اللي كان حدايا كيهضر معاه هذاك الشيء علاش عرفتو، وعرفت هذاك القبطان. هادو هما اللي عرفت كانوا معايا في هذاك. من بعد غادي نعرفوا بانه كنا، ولكن الشيء المهم تما اللي جعلنا نخافوا سميتو وهو هذاك مكان ديال التعذيب، مكان ديال التعذيب، لانه كنا كنسمعوا الانين والغوات ديال واحد السيد وكيجيو هو كان كيجيبوه من مورانا وكيجيبوه واحد شويه. لا ما نعرفوش. من بعد غادي يقول لنا هذا هو الشيفور ديال جنرال أفقير، غير شيفور مسكين، شيفور كيجيبوه يعذبوه كيجلس واحد
نص ساعه ولا ساعتين وداك الشيء كيجيو يهزوه عاوتاني كتسمعوا كيغوت وداك الشيء وكيتم جاي كاينين وداك الشيء هذه هزوه شي جوج المرات ولا ثلاثه كيهزوه. حنا كنا كننتظروا حتى حنا الساعه منين قرب الفجر غادي يجيو يهزونا جابونا وغادي نلقاو راسنا في التكنه ديال مع الاصدقاء ديالنا في التكنه ديال تمارا وغادي نتنفسوا الصعداء لانه دايريننا في واحد كاين جوج ديال الهونغار وكل هونغار دايرين فيه 50 واحد 50 ولا ساسال على على سميتو بعض اي مرحله مرحله لا تخلو من تعسفات ما نقدرش نقول العذاب ولكن الاهانه وسميتو هذه لانه كيجيبوا لنا واحد الجفنه ولاو الناس ما كيخرجوكش المراحيض كاينين برا ولاو هذيك الجفنات داك الشيء هذه حتى ما كتبقاش تقدر تاكل كاع ولا شي حاجه هذوك الجفنات كيستعملوا فيهم كل شيء ما الدراكيين ما فيهم ما يخرجوك ال 50 و50 اللي ولا ما نعرف شحال كنا 100 ولا سميتو هذه يجيو يخرجوك يبقى يتسناك حتى دير تقضي الحاجه ديالك باش يسهلوا على رسوم سميتو جابوا لنا الجفنات هنا غادي يكون استنطاق ثاني استنطاق ثاني اللي غادي يحضروه في الدول كيشوف بداك المنظر ديالو لان كان قليل الشوف وداك الشيء هادي كيشوف بداك المكبر ديالو وداك الشيء هادي الشاده والفاده هنا بدا لو سيريو كيديروا لنا استنطاق وداك الشيء هادي من بعد كيهزونا ل السجن العسكري في قنيطرة السجن العسكري شنو غادي نلقاو هذاك الباتيمون فين كنت داك الشيء هادي كنلقاو كاين سلاحيين وميكانيكي الذخيره بحال انا كاين ميكانيكي الذخيره اللي ثلاثه تقبطوا انا وجوج الزملاء ديالي واحد ما خدم شاي نجا وواحد كان كونجي حنا خمسه ثلاثه غادي يمشيو غادي يتحاكموا لقينا روسنا متريين لان هذاك فضول خبير في هذا الشيء هذا هذوك اللي فيهم الشك بان غادي يدوزوا للمحكمه وبان غادي يتشاف في حقهم بان شبه متهمين او لا متهمين كيديرهم في باطمه وحده كنلقى انايا مع منين هضرنا بيناتنا كنلقاو ولو انه كان لان حتى لهنا معنا الدراكيين والدراكيين ديال قنيطره كيعرفونا لان جل ديالهم كانوا كيدخلوا كنسهلوا لهم الماموريه يدخلوا القاعده قلنا كي ترياج على 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 الشكل وهذوك واحد شويه ممنوع الهضره داك الشيء غادي تدريج ممنوع الهضره لانه قال لك غادي تدوزو قدام قضيه التحقيق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.